هذا ويستمر النظام القطري في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية المتطرفة في العديد من دول العالم العربي، وقد صنفت هذه الشخصيات والكيانات على قوائم الإرهاب العالمية وأيضا على قوائم الإرهاب الأخيرة التي أصدرتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. ومن أبرز هذه الشخصيات القطرية التي تورطت في دعم العديد من الجهات المتطرفة المدعو عبد الرحمن النعيمي.